السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من ماستر ليج. شكرا 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 على 15,000 لايك بأقل من 20 ساعة. شكرا على هذا الدعم رغم اني نزلت المقطع بعد 12 بالليل يا شباب. طبعا اليوم من جديد ماستر ليج، الحلقة رقم 32. بس قبل ما ابتدي، اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات، اريد هذا المقطع يا شباب يفجر يفجر تفجير لايكات، وخلينا نروح لسلسلتنا الخرافية، اقوى سلسلة ماستر ليج بالنسبة لي بالقناة يا حبيبي. وخلينا نشوف جدولنا يا شباب. كريستال بالا او مباراة كأس بالجولة الثالثة من كأس انجلترا، ترى مباراة حيل مهمة بالنسبة لي. طبعا احنا بشهر يناير سنة 2024 جبنا بالحلقة اللي راحت ماركينيوس، كانت صفقة اكيد اسطورية. ان شاء الله نستمر اليوم ونجيب صفقة ثانية. ويست هام وشفيلد وليستر سيتي وفولهام، هذه مبارياتنا لليوم. ممكن مانشستر سيتي، ممكن ما نخلص انتقالات اليوم يا شباب. مفاوضات جارية مع انسو فاتي، انتم زعلانين اني ما جبت فاتي، بس يا شباب مثل ما تشوفون مفاوضات جارية. بالنسبة للارقام اكيد لازم اغير رقم ماركينيوس لان طور رقم 10، ماركينيوس اكيد رقمه اوكي ننطي 4، عطال صاير رقم 2. اشوف ماركينيوس حلو عليه الرقم 4، انا بالنسبه لي خليه يلعب رقم 4، ما لنا شغل برقمه بالحقيقه. امتيتي عندنا 5، كلوسترمان لازم يطلع بالمستقبل او يكون احتياطي، هيرموسو لازم يصعد بدل عطال، ننطي رقم 2، عطال خله رقمه 16، جونيور فيربو خليه 25. بالنسبه للرقم 10 يا شباب حاليا فارغ، فانا احب انطي الرقم 10 للاعب يستحقه، واكثر لاعب اتوقع يستحقه حاليا هو رودريجو او جرينوود او ديونج. رودريجو ننطي رقم 10، وننطي انسو فاتي الرقم 7، يكون ارقام رهيبه بالفريق. جرينوود 11 اعتقد الرقم حلو بالنسبه لجرينوود. طبعا احنا حاليا بالمركز الثاني بالدوري الانجليزي، فارق 3 نقاط على ارسنال، المنافسه يا شباب على اشدها بالدوري الانجليزي الممتاز. مصطفى ليش ما تبيعون انا؟ لان يا شباب الحارس اللي اريده انا سعره مرتفع، سعره صعب بس اجيبه، من يصير عندي فلوس يلا اجيبه، وهو دوناروما. ان شاء الله هو حارسنا المستقبل يكون، فصعب هسه اجيب دوناروما. اونانا انا اشوفه ماشينا حاليا، ولو عنده خطا جاي يصير اخطاء بسيطه. كلوسترمان اخطاء فادحه صراحة. هداف الدوري الانجليزي اوباميانغ عنده 16، جرينوود 9، ورودريجو عنده 7، وغوميز عنده 6، هدافين كثار بالفريق، هذا يدل على انه فريقنا قوي يا شباب تهديفيا. ما شفنا ياما مباراتنا بدور 16 دوري ابطال اوروبا، وراح نلعب ضد زينت سان بطرسبورغ. حلو يا شباب، اعتبر المباراه ان شاء الله يا رب مو مثل الموسم اللي راح. الموسم اللي راح بدور 16 قريت مباراه سهله وانضربنا، واعتقد من باير ليفركوزن صح حسب ما اتذكر. موسم هذا راح يكون غير باذن الله، هذا الموسم ان شاء الله التأهل لدور الثمانية. أتلتيكو مدريد حواجه سلتيك، أتلتيكو مدريد ثاني مجموعتنا بعد فريقه يعتبر متواضع، بس عندك مواجهات قوية مثل انتر مدريد، تقريبا هي أقوى مواجهة موجودة بدور ال 16، هواي أندية كبيرة ما موجودة يا شباب، وعندنا ضيوف ثار مو بالمستوى الصراحة. هداف الأبطال إيموبيلي عنده 7، غوميز عنده 4، يا غوميز يتألق رهيب غوميز. بوستوس عنده 3 أهداف سجلهم على يونغ بويز، يعني بوستوس يا شباب ما ظهر إلا بمباراة واحدة ضد فريق ضعيف، أضعف فريق بالمجموعة، فلازم نخليها بالحسبان. احنا لاعب هداف بس مو بالجوده العاليه مثل غوميز. رودريجو ما جاهز، خلينا ننزل احتارين ما عندنا مشكله، خلي يلعب، بس اكيد رودريجو راح يكون موجود احتياطي يا شباب. ماركينيوس اساسي، واريد مارسيلو بعد ينزل اساسي. هذا الشكل راح ننزل الشوط الاول، اريد تالق من ريتشارلسون، ان شاء الله يتالق. كم عمره؟ 27 سنه، تدرون ممكن يعني بالمستقبل نبيع ريتشارلسون الصراحه، بس هسه انا محتاج جناح يسار اللي هو انسو فاتي، هذا اهم لاعب المفروض اجيبه. ولا تنسون ظهير يسار بعد ردنا اساسي بدل جونيور فيربو، ابيع جونيور فيربو ممكن او نخليه احتياطي من نهايه الموسم، بس لازمنا ظهير يسار اساسي. لا 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 لا، حلو عطال. جرينوود اضرب الهدف الاول يا جرينوود. التصويبه تحتاج شويه دقه يا جرينوود. ريتشارلسون هي انديدي، لا 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 اضرب. بلنتي، حكم بلنتي، نحصل على البلنتي عن طريق انديدي. شباب من يصوب عنده بلنتي؟ والله ما ادري المن نطيه، بس اعتقد جرينوود هو اللي يستحقها بالفعل يا شباب. افضل مسدد عندنا للبلنتيات هو جرينوود، ويا رب ما يخجلنا جرينوود بهذا البلنتي. اريد تصويبه قويه من قدمك اليمنى يا حبيبي، بوم، جول 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 جول. رغم قفز حارس المرمى على نفس الزاويه يا شباب الا جرينوود يسجله. 1-0 بالدقيقه 18، نحافظ على الهدف، نطلع بالثلاث نقاط، بس اريد نضيف هذا الثاني ان شاء الله. يلا ريتشارلسون، جرينوود، يا سلام، هذا اسيست رهيب من ريتشارلسون الى جرينوود، 1-2-0 وهدفين عن طريق جرينوود. بغياب رودريجو جرينوود يتالق ويعوض يا شباب، وشوف يا سلام على جرينوود. اكيد اكيد جرينوود ورودريجو هم نجمين بالفريق. يوصل الى ديونغ، ديونغ اريد وحده منك بالجول، اريد وحده بالجول. اوب اوب، لا ديونغ بهذه الكره صوب تصيبه حلوه، شوف 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 تعب اللاعب. لو جول كانت على طريقه بوجبا. يلا
خلص ماركينوس، يا سلام، حلو حلو حلو. طبعا بدايتنا اذا تذكرون كنا نعاني من العرضيات، قام القصيره كانت عند لاعبيننا، لكن من جبنا كلاسترمان ومن جبنا هسه ماركينيوس اكيد دفاعنا قوه بالجانب العرضي يا شباب، الكرات الهوائيه. بس كلاسترمان كرة على الارض يكون بها ضعيف الصراحه وعندها فوات كثيره. ماكسيمان، يلا يلا، انهائك ضعيف لا داخل المنطقه ولا خارج المنطقه يا ماكسيمان للاسف. يعني هاي لقطة يا شباب، الحلقة اللي راحت نفس اللقطة بين كلوسترمان وأونانا، تفاهم ماكو بيناتهم الاثنين معا أبد. أنا جاي أشيل الكرة، ردت أشيلها أبعدها للخارج، شوف الإعادة، شوف شوف الكرة، شوف 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 كلوسترمان أحسه ثقيل ثقيل اللاعب. نزل رودريجو، نزل بعد جوميز، وخلي ينزل بوستوس بدل أحتارين، جرينوود خله هنا يلعب. يلا المباراة راح تنتهي يا شباب، أريد هدف رابع وثالث، هدف ثالث يا ديونج، العب توصل إلى رودريجو، رودريجو لا لا لا، حرام حرام حرام، اللاعب يعبر اللاعب هذا الشكل وما يسجل. شوف المرور، لا يا ولد، والله مر حلو لانهاء. القائم، نهايه المباراه 2-1، اهلنا بالكاس يا شباب. انا كنت اظنها انا ادري بها كاس، بعدين من دخلت المباراه فكرتها دوري، هسه رجعنا ونتذكر انها كاس يا شباب. ووصلنا لدور ربع النهائي، مباراتنا راح تكون ضد ليفربول، الله يستر. طبعا المباراه الجايه اصعب مباراه عندنا بالكاس. انسو فاتي شباب لاعب وافق، لكن يريد 11 مليون و600 الف، اريد اجيب اللاعب، خلي اللاعب يجي بالفريق وانتم تردوه، ما دام تردوه نجيبه. 125 مليون، 11 مليون، تقريبا 12 مليون راتب خلينا نقول، فاعتقد الرقم عالي، بس ان شاء الله بندفعهم للاعب يستحق هذا المبلغ. ميزانيه الراتب بقت عندنا 18 او 19 مليون، 88 مليون ميزانيه انتقال، يعني اخذ الميزانيه انسو فاتي. اوكي، هذا هو اللاعب يا شباب، تقريبا سابع اقوى لاعب بالفريق حاليا، لكن بالنسبه لعمره هو الثاني او ثالث اقوى لاعب بالفريق بعد جرينوود وبعد رودريجو. انسو فاتي اتوقع يغلب رودريجو، اتوقع يا شباب. طيب خلينا نشوف عمره، 22 سنة، رودريجو 23، أتوقع ممكن يغلب رودريجو، بس جرينوود لا معلق، 23 سنة يا شباب، بس شوفوا طاقته 89، جرينوود انفجاري، ديونج عمره 27 سنة بعد رهيب، ماركينيوس 30 سنة أسطوري، 87 صارت طاقة بوستوس، 26 سنة جيد، ريتشارلسون 27 سنة طاقته 86، طبعا مثل ما تشوفون طاقات اللاعبين كلها بالثمانين، المفروض نبدي نتخلص من اللاعبين اللي بالسبعين وأعمارهم أكثر من 24 سنة أو 23 سنة، فاتي 7، رودريجو 10، جرينوود 11، ديونغ 8، ريتشارلسون 9، وسانت ماكسيمان 12. اتوقع الارقام حاليا حلوه. فاتي جاي يتدرب على جناح غزير الانتاج، رودريجو بعد على جناح غزير الانتاج، جرينوود على جناح حر، لا 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 لا، جرينوود جاي لعب انا قلب هجوم يا شباب. شوفوا التدريب حاليا جاي يكون بهذا الشكل، انهاء الهجمه عند 92، التصويب عنده 94، اذا درب على قلب هجوم كيف راح يتطور؟ راح يتطور القفز والالتحام الجسدي عند اللاعب، بس قوه في الركن ما تتطور يا شباب، الانهاء ما يتطور كثير، اتوقع هذا افضل شيء نطور عليه اللي هو مهاجم تربص. اريد تصير قوه الركل عند جرينوود 99، هذا المهاجم مراوغ، وهاي عندنا المهاجم القناص، مهاجم متربص، مهاجم متربص اتوقع هو افضل شيء ممكن نطور به اللاعب جرينوود. بعد هذا يا شباب نروح نطور على امور ثانيه بعدين، ورا ما يزيد عندنا قوه في الركل، ورا ما يزيد انهاء الهجمه اكثر. بالمستقبل ممكن ادربه على المهاجم القناص، ممكن يا شباب على هذا التدريب راح يكون بالمستقبل، بس حاليا مهاجم متربص، رايكم بالتعليقات. طيب خلينا نشوف انسو فاتي، انسو فاتي هو افضل شيء اكيد الى جناح غزير الانتاج، حتى السرعه والتسارع تنفجر عنده، انهاء الهجمه عنده 87 بعد رهيبه، بس قوه في الركل اكيد مو قويه جدا عند انسو فاتي، الركل من الثبات والقوه في الركل ضعيفه والرئيس ضعيف، عادي عادي جدا يا فاتي خلك. انهاء الهجمه عند رودريجو 80، المفروض يتطور اكثر بالانهاء رودريجو، السرعه والتسارع عنده جيده، بس خله على مثل ما هو عليه حاليا. طبعا انا اللي اتمناه هسه هو تجي عروض للاعبين اللي ما نريدهم، عروض اعاره او عروض بيع. طيب خلينا نشوف المستكشف على شنو جاي يدور لنا، المستكشف جاي يدور لنا على حارس جيد، جبنا اللاعب الجناح اليسار، فراح نغير، اخلي المستكشف يبحث لي على البي، وهذا المستكشف نخليه يبحث على قلب الهجوم، لحد ما نشوف لنا قلب هجوم ممكن نبيع ريتشارلسون بالمستقبل. مباراه بالدوري ضد ويست هام، شوفوا يا شباب تشكيلتنا صارت بهذا الشكل، اتوقع التشكيله قويه 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 والله صراحه رهيبه، ان شاء الله تكون من افضل التشكيلات بالدوري الانجليزي الممتاز، والله لازمنا السي بي ثاني صراحه. ريتشارلسون ما جاهز بهذه المباراه، جوميز اكيد ينزل اساسي، عندنا مكتوميني اريد يشارك اساسي، خلي ديونج يلعب هذا المركز، عطال شباب ما اريد يشارك، خلي دانيال فيش يشارك، ام تيتي تعال انزل، يلا سافرت البدايه. طبعا نيوكاسل المفروض ما قبل النصف الاول من الموسم يختلف عن ما النصف الثاني من الموسم يا شباب، لان انسو فاتي اضافه كبيره يعتبر. جوميز، جوميز يا سلام، والله رهيب انت، والله انت اسطوري يا جوميز. لا
ابعد 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 شيل شيل ثاني الفيش. يا سلام جوميز 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 ممكن يا ولد يا ولد يا ولد. ايه يا حبيبي الهدف الثاني، الهدف الاول ما تحمست مثل الهدف الثاني، والسبب التصيبه هذه يا شباب من بعيد صاروخيه قويه بالشباك ما اعرف، بس جوميز مؤثر اكثر مهاجم مؤثر بالفريق، اكثر قلب هجوم الى تاثير قوة. وعدنا هذه الضربة الحرة شوية خطرة الصراحة يا أونانا، بس إن شاء الله الصدها يا رب الصدها. حلوة الجدار، لا 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 شوف الدفاع انضرب من جديد، الدفاع يضرب من جديد يا حبيبي من جديد. خلينا نشوف من السبب هذه الضربة مال الدفاع يا شباب. شوف ديونج أومتيتي جاي يسوي، ماركينيوس ماركينيوس من ناجي، بس أومتيتي المفروض يغطي. فاتي 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 لا جوميز 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 حصل يا جوميز، العب العب اسست. لا 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 ما توصل. مكتومينيه مكتومينيه انضرب والله يا ولد. شوفوا مكتومينيه لياقته انتهت، نزل انديدي وخلي ديونج يرجع يلعب مركزه. عطار راح ينزل بدل داني الفيش اللي لياقته انتهت شويه، وراح ننزل بوستوس اما بدل جوميز او بدل فاتي. خلصت المباراه 2-1 مباشره تنتهي يا شباب، الوقت السريع. المهم اخذنا 3 نقاط. ارسنال فازوا، ارسنال فريقهم قوي ب 2024، طبعا عندهم اقوى خط هجوم، وبالنسبه لخط الدفاع احنا وياهم تقريبا اقوى خط دفاع مع دفاع مانشستر اللي متفوق. عرض انتقال لهيرموسو، والله ما ادري يا هيرموسو بس ما اريد ابيعك. وارسنال يردوه انهاء المفاوضات. هذا الحارس لحد الان ما بعناه يا شباب، لان ما جانا حارس، يعني ممكن نخلي ارماني يكون احتياطي، ارماني 17 سنه، خليه يا شباب عارضين للبيع احسن. مباراه شفيلد، شفيلد مركزهم اكيد متاخر. بالنسبه لجوميز جاي يدربه على مهاجم متربص، وهذه يا شباب التدريب لجوميز للالتحام الجسدي راح يزيد عنده بقوه، انهاء الهجمه بعد راح يزيد بقوه، والتركيز راح يكون ايضا على القوه في الركل، فهذه اكثر 3 شغلات راح يركز عليها اللاعب، بالاضافه الى القفز ومهاره الراس والتحكم بالكره. اتوقع حاليا نخليه على هذا التدريب من يفول، بعدين نغير ان شاء الله نفس كل اللاعبين. مباراه شفيلد فاتي يريد منك اكثر، فاتي يريد منك تالق رهيب. ماركينيوس يريد يرتاح بهذه المباراه، نزل هيرموسو والحارس بعد خله يرتاح. ديونج والله ودي يرتاح، اوكي نزل مكتومينيه خليه ينزل. القائد اريده رودريجو، دير بالك دير بالك لوسترمان، دير بالك من العرضيه يا ولد. فاول يعني تتدخل الا ترتكب خطا. خلص عطالي يا سلام يا سلام، بعدها عنده يا ولد. لا يا جرينوود، لا 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 يا جرينوود، حس جرينوود يا شباب ما راد رودريجو يسجل ما اعرف. لا 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 الله يستر يا شباب ما ينطيني طرد، عرقلت لاعبين بلاعب واحد. شباب 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 تركيز حلو هيرموسو، يا سلام. خلاص الشوط الاول ينتهي 0-0. ريتشارلسون جرينوود يا سلام، بوم لعيب 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 اسطوري. الهدف الاول 1-0 قنبله بالقدم اليسرى بالشباك. جه نجم يا شباب، كميه لاعبين مو طبيعيه، شوف كم لاعب. يا سلام على جرين وود يا ولد، بوم 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 قويه قويه قويه. فاتي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله 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 يا فاتي، يا سلام على فاتي. جابها 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 جرين وود، يلا ريتشارلسون اضرب. لا 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 الحارس حلو حلو تصويبتك ريتشارلسون. خلنا ننزل جوميز بدل جرينوود، احتارين بعد اريد انزله بدل رودريجو. وديونج يا شباب لازم ينزل بدل مكتومينه. والله رهيب يا شباب تصويبه، لا تظنون انها بعيده، شوف الاعاده تصويبه خرافيه وملعوبه وبشكل رهيب يا ولد، اسطوريه التصويبه الصراحه. جاي يسوي جاي يسوي شباب، يعني نبلع تعادل ولا شلون؟ المهم يا شباب فزنا على شفيلد مباراة صعبة، وفزنا بها خارج ملعب، جرينوود أفضل لاعب بالمباراة. أرسنال يخسرون والفارق بيننا وبينهم الأهداف بس، 49 نقطة لكل فريق. شباب هسه عندنا مباراة ليستر سيتي، واحدة من أصعب المباريات، لكن هجومهم ضعيف، دفاعهم هو القوي. ليستر سيتي الموسم مو الماضي اللي قبل الماضي وأخذوا الدوري الإنجليزي الممتاز. ماركينيوس ليش ما جاهز؟ تيتي ينزل، مارسيلو تعال انزل أساسي، واحد من هذا الثلاثي أريده يرتاح، فاتي اطلع ارتاح انزل ماكسيمان، جوميز تعال انزل لي اساسي بدل ريتشارلسون. اذا انت ما ضغطت لايك يا صديقي اضغط لايك واشترك بالقناه، ومحتوى ماستر ليج مستمر ان شاء الله لحد ما ناخذ السداسيه. يلا نختم هذه السلسله، فالسداسيه صعبه ومو سهله نهائيا وان جبنا كل النجوم. اللاعبين اللي مستحيل يطلعون من الفريق لحد الان هم لاعبين او 3 لاعبين، جرينوود وفاتي ورودريجو، هذول 3 لاعبين يا شباب مستقبل الفريق ان شاء الله. يا سلام على انديدي، يلا 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 يا جوميز، يلا يا جوميز استلم. جرينوود العب رودريجو،
هجمه مرتده شباب، وين مرتده ولا اشوف دفاعهم. يلا جرينوود العب، رودريجو رودريجو رودريجو، با 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 جول. يا سلام على رودريجو الخرافي، الهدف الاول بالدقيقه 18-1-0. والله يا شباب جرينوود اسطوري، شوف التمريره، شوف الاسيست، يا سلام. وانهاء رودريجو خرافي يا ولد، حطها حاط الحارس خلاص يتفرج على الكره، ما يقدر يسوي شيء للكره. الله يستر، الحمد لله، قلت لكم هجومهم ضعيف، هذا المهاجم ما اعرف طاقته 72 يا شباب. جرينوود رودريجو جرينوود، اضرب 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، متعه متعه هذا جرينوود. خلص، حلوه حلوه حلوه، دير بالكم يا شباب. لا 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 لا، دير بالك، حلوه ام تيتي يا ولد. طلع جوميز، ريتشارلسون، فاتي ينزل بدل سانت ماكسيمان، وغيرسون بدل ديونغ. خلاص سافرت الحكم يا شباب، 1-0، ما قدرنا نسجل غير هدف وحيد عن طريق رودريجو بالدقيقه 19، قافلين دفاعهم. صدرنا، ارسنال يتراجعون مركز ثالث، ليفربول يصيرون بالمركز الثاني. لازم نروح نشوف الجوله شنو اللي صار بيها، منو فاز على منو. ارسنال متعادله ضد نوتنغهام فورست، يعني هاي نتائج الجوله. لكن الجوله يا شباب اللي قبلها اللي خسرت بها ارسنال كانت الخساره ضد ليدز يونايتد. أوه. شكلهم ارسنال يا شباب بدأوا يتعثرون. مستكشف جايب لنا حارس مرمى تير شتيغ، لا طاقته 87، عمره 32 سنه يا شباب، ما ادري والله اشتري له ولا. سعر الحارس 52 مليون، اوه راتبه 11 مليون، لا بالنسبه للحارس لا غالي الصراحه. اوكي انا قلت لكم اريد انقلب دفاع بعد، فما راح ادور على قلب هجوم، راح ندور على قلب دفاع. مباراه فولهام بعد مباراه ان شاء الله نفوزها باذن الله، طبعا بعدها مباراه مانشستر سيتي، فلازم اريح اللاعبين بهذا اللقاء. يعني رودريجو اوريدي يريد راحه يا شباب، فنزل اتوقع ماكسيمان. دانيال ينزل اساسي، ومارسيلو بعد اريده اساسي بهذا اللقاء. بوستوس تعال انزل اساسي بدل جرينوود، لازم نريح اللاعبين. مكتوميني ايش رايكم ينزل؟ خلي ينزل مكتوميني يا شباب، خلي نريح نديدي. يلا شباب سافرت البدايه، ريتشارلسون يلا ركز يا ريتشارلسون، انت وبوستوس بس نازلين بهذا اللقاء اساسيين، خلينا نشوف ايش راح تسوون لنا. يلا العب يا ولد، توصل 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 توصل. ريتشارلسون يلعب الى بوستوس، مرر يا ولد. ريتشارلسون تصويبه سهله سهله بيد الحارس. ريتشارلسون بوستوس، ريتشارلسون اضرب يا ولد. لا ماكسيمان العب، ريتشارلسون يلا يا مكتومينيا اضرب يا شلون ضاعت. الله يستر. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بيد اونانا، شوط اول 0-0، كانت عندنا فرص بس ما استغليناها، والمباراه تمشي بسرعه يا شباب، لازم نسجل. مكتومينيا، اوه بوستوس بوستوس بوستوس، لا 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 لا، مو بهذا الشكل يا ولد. مكتومينيه مرت الحمد لله. لازم انزل جيرسون يا شباب، لازم اريح ديونج، والله المباراه الجايه صعب. جوميز بعد اريد يشارك بدل بوستوس، هو خليه يخلص لنا المباراه. القائد راح يكون ماكسيمان على الاغلب. جوميز العب جيرسون، لا 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 يا ولد، لا والله ما تضيع. جوميز يلا يا الله، روح ماكسيمان روح يا ولد، روح روح العب له، توصل جوميز هو يخلصها. حارس تعال رودريجو انزل يا ولد، جيرسون رودريجو يا سلام. هي لا 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 لا، مكتومينيه يا ولد، يلا 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام. ريتشارلسون حلو 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 بالدقيقة الأخيرة يا شباب، 1-0، فوز صعب على فولهام بأسيست من جوميز بجملة تكتيكية رهيبة. شوف بداها مارسيلو، انسوفاتي، مكتوميني يلعب إلى جوميز أو إلى ريتشارلسون، جوميز ريتشارلسون جوميز ريتشارلسون، جول 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 جول، هدف حلو. المهم فزنا بالمباراة ولو كان فوز صعب، مباريات خارج ملعبنا نعاني بها بشكل مو طبيعي. المهم نهاية المباراة 3 نقاط، نبقى بالصدارة. بس يا شباب هاي المباريات سهلة، بس بعد عندنا مباريات كبيرة، تقريبا 6 أو 7 مباريات كبيرة. يونايتد عندنا تعادلة، وليفربول خسروا ضد تشيلسي، تشيلسي أتوقع قوية جدا، السيتي فازوا، أرسنال يصعدون مركز ثاني، هذا الترتيب حاليا يا ولد. يعني توتنهام بالمركز الثامن، ليستر مركز سابع، كيف ليستر بالمركز السابع ما أدري صراحة، فريقهم حيل حيل ضعيف. إحنا ما علينا، سنتمنى تجي عروض اللاعبين، خلاص بعد ماكو مباراة لحد نهاية فترة انتقالات. المستكشف جايب لنا ظهير رينان لودي، 26 سنة، أوه والله حلو يا شباب، مباشرة راح تفاوض وياه، 39 أو راتب 10
مليون، والله الراتب مرتفع الصراحة، بس أنا إيش راح أسوي؟ بس أزيد ميزانية أو مدة العقد 3 سنوات. رينال لودي إذا إجا حلو يفيدني يكون أساسي يلعب يا شباب، مارسيلو يكون احتياطي إله، فيربو يطلع من الفريق لأن فيربو يتعبني، بعدين نجيب ظهير يمين أساسي بعد بدل عطال، عطال يكون احتياطي أكيد. لازم يا شباب اللاعبين يكونون الأساسيين أكثر من 85، لازم هذا الشيء لأن فريقنا خلاص قوة. أوكي تقريبا وافقوا يا شباب، ما راح أتفاوض وياهم، خلي نجيب رينال لودي أريده بالفريق. وقت عندنا ميزانية انتقال بس 47 مليون، تخيلوا خلصنا الميزانية، ميزانية الراتب بعد خلصناها. عرض لمكتوميني ب 33 مليون، حلو والله يا شباب. تدرون أبيع مكتوميني؟ أنا أريد أبيعه لأن طاقته 81، أريد أبيعه، بس خلينا نعيد التفاوض، ممكن نزيده لل 37 مليون. بما أنه جبنا ظهير يسار نبحث على وسط، لو ظهير يمين يا شباب والله ما أدري، وسط خلينا نجيب لاعب خط وسط لأن راح نبيع مكتوميني. طبعا بالنسبة لإنسو فاتي التعليقات كلها تريد إنسو فاتي يا شباب، لهذا جبت فاتي، وإن كان الفريق قوة فهذا الشيء بعد خلاص يعني 4 مواسم، الموسم الرابع راح يخلص، فالمفروض هسه وقت حصد الألقاب. رينال لودي رسميا إجا للفريق وتوقيع العقد والمؤتمر الصحفي الأول مع نيوكاسل. طبعا لاعبين جبنا لحد الآن في فترة انتقالات، رينال لودي وإنسو فاتي. بالحلقة اللي راحت جبنا ماركينيوس، فأعتقد انتقالات الشتوية بالنسبة لنا خرافية وفريقنا قوة بشكل جيد. هذا رينال لودي يا شباب مثل ما تشوفون يعني طاقته عالية، عمره 26 سنة، أتوقع جيد، طاقاته كلها رهيبة. أنا الصراحة مباشرة عقدت وياه لأن اللاعب أعرفه أسطوري، وإذا شفناه ما عجبنا ما عندنا مشكلة نعرضه للبيع ونبيع، لأن أعتقد السعر اللي جبناه 40 مليون ما يعتبر غالي كثير. مكتوميني 37 مليون فراح أوافق مباشرة، خلي يطلع مكتوميني، راح رسميا وفر لنا ميزانية راتب وصار عندنا 84 مليون ميزانية انتقال. أتوقع لازم أجيب لنا لاعب خط وسط. رينال نطير رقم 6، لا، رقم 6 خلي فارغ يا شباب. رينال لودي أعتقد نطير 16، عند عطال 17، خلي 17. رقم 6 راح نطير لاعب خط وسط، أوه رقم 6 راح يروح لنتيدي، حلو. ما جت لنا عروض إعارة للاعبين، عرض لجرين وود 103 مليون، لا 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 يا برشلونة انهاء المفاوضات مستحيل. أومتيتي 11 مليون، لا 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 مستحيل، أريد أومتيتي. بعد عروض ثانية ماكو. كلوسترمان 35 مليون لنادي شتوتغارت الألماني، ما أريد أبيعه كلوسترمان حاليا، خليه 3 ساعات على نهاية الانتقالات. جوميز ليس للبيع يا ولد، وعرض انتقال 35 مليون مستحيل أبيعه. خلاص للأسف انتهت فترة الانتقالات، ما بعنا أي لاعب يا شباب، بس اللي راح أسويه أكو بعض اللاعبين راح أسوي لهم استغناء، المنظلين بالفريق وماخذين مكان ونصرف عليهم يا حبيبي، لا يا ولد خليه يطلعون. هسه مباراة مانشستر سيتي بس خل استغني على كم لاعب، يعني نرجع على خير شيء مثلا هذا ما أريده وما جاي ينزل فنسوي له استغناء، وفر لنا راتب. هذا اللاعب والله المفروض استغناء هو وجوتي الصراحة، خلاص استغناء يا ولد روح. شوف الراتب يا شباب، وفروا لنا راتب بشكل رهيب، خلاص سوينا تقريبا 4 لاعبين استغناء. وهسه المباراة القمة، والله يستر من هذه المباراة، لأن اللودي أريده يشارك مباشرة، تعال انزل. احتارين صارت طاقته 85، بالنسبة للدفاع أتوقع ماركينيوس يصير مننا أنا، وحتى يغطي على أخطاء عطال، ورين اللودي يغطي على أخطاء كلوسترمان. راح ألعب طريقة الهجوم المرتب ضد مانشستر سيتي مثل ما قلتوا أنتوا يا شباب، أسلوب لعب دفاعي، ولو فريقنا ما يعتمد على الدفاع القوي بس أنتوا قلتوا لي مصطفى العب بهذا الأسلوب حتى لا تتلقى أهداف كثيرة، وأريد أفوز بالمباراة. شباب المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا، فوز على مانشستر سيتي مهم جدا بالنسبة إلي أنا خاصة، أريد الفوز بعد المباراة ولا شيء غير الفوز بإذن الله. إذا فزنا راح نبقى بالصدارة، فإن شاء الله نفوز. يلا صافرة البداية، ريتشارلسون، جرين وود، وين ديدي، ريت تألق يا ولد. رودريجو يا حكم، هذه العرقلة عليها كارت اصفر يا حكم، حلو. عطال ابعد ابعد ابعد، لودي رينين، يلا يلا فاتي، حلوة توصل. ديونج يلا الى فاتي، لا 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 لا، حلوة انسو فاتي، حلو حلو حلو. ماديسون و ديونج، الله يستر، حلوة حلوة حلوة. اونانا يا سلام على التصدي رهيب، الله يستر. لا مع نهاية الشوط الأول جابرييل جيسوس، هدف أول لمانشستر سيتي بالدقيقة 45. أعتقد هنا دفاع تشوشو بكلوسترمان ما غطيت صح، أنديدي تغطية سيئة، جول. شباب والله ريتشارلسون ما ينفع بهذه المباريات، قوم يستعان ننزل. فات الياقة انتهت، ننزل بوستوس، تعال هنا وغرين وود تحول من هذه الجهة. لا 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 دير بالك من البلنتي يا ماركينيوس، خلص كلوسترمان، ابعد شيل الكرة، اضغط 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 أنديدي، حصل يا ولد، لا لا يا سلام على اونانا، يلا بعد خلص الكره، دير بالك دير بالك جرين وود،
يا ولد خلاص 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 انتهت المباراة يا شباب، حرام 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 حرام، 1-0 نخسر ضد مانشستر سيتي على ملعبنا واتوقع خسرنا الصدارة. ارسنال يصدرون السيتي بالمركز الثالث متعادلين ويانا بالنقاط، احنا عندنا اقوى خط دفاع حاليا مع خط دفاع مانشستر يونايتد، لكن هجومنا مو ذاك الزود يا شباب الصراحة، هجومنا محتاج اكثر واكثر، يعني بس ارسنال يسجلون اهداف كثيرة، اقوى خط هجوم ارسنال. اوف توتنهام والله صعبة، مباراة صعبة ثانية، مباراة الذهاب فزنا، ديونج ما جاهز، خلينا ننزل جيرسون، ما عوضنا مكتوميناي الصراحة، كان مفروض نعوض مكتوميناي. أم تيتي يريد يلعب أساسي بهذه المباراة والمهاجم الأساسي لا جوميز ما جاهز. يلا يا فاتي يلا يا رودريجو شباب أهداف، عن ماركينيوس هو يقدر يصير قائد، عندنا رودريجو عادي رودريجو نخليه قائد. يلا يا شباب بدأت المباراة والتركيز شباب على الفوز إن شاء الله. لا لا شوف الدفاع كالعادة، يعني اندفعنا ولا لعبنا دفاع، الدفاع يضرب بهذه الطريقة، نفس الطريقة نفس الطريقة يا ولد. يا الله هدف الأول، فاتي يلعب إلى ريتشارلسون، يلا يا ولد يلعب على البعيد يا ولد يا فاتي، يلا يلا اصعد 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 فاتي فيربو جونيور فيربو يا شباب ما ينفع يكون اساسي الصراحة، حتى لو مارسيلو لعب اساسي ولا جونيور فيربو نهائيا. جاي سوي اطلع اطلع، والله دائك بيض يا ولد بيض، بوستس تعال ننزل بدل ريتشارلسون، يعني فاتي لعبته قدام ما جاي يسوي لنا شيء، هو رودريجو قدم رجعتهم ما جاي يسوي، ما اعرف راح اخليهم يلعبون بهالمركز هذا يا شباب، واتوقع ديونج لازم ينزل، وان كان يا شباب ما جاهز فينزل. فاتي وصل جرينوود، وينك وينك وينكم يا شباب وينكم، يلا يا رودريجو الله الله الله، توصل مارسيلو، مارسيلو يلعب الى بوستوس، مارسيلو حصل بلنتي لا 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 هذه كثير، حكم جرينوود بوستوس، طبعا فاول ماكو، الحكم ما موجود بالملعب ما اعرف وين الحكم، يلا يا عطال يلا يا عطال، رودريجو شباب ماكو احد يحصل، دقيقه 87 الله يستر ما جت انقطع الكره، صرنا اكثر فريق يجي علينا اهداف عكسيه خلاص، ودائما اونانا مع واحد من الدفاع، اونانا ما يتفاهم مع المدافعين ولا المدافعين يتفاهمون مع اونانا، روح 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 يا بوستوس روح اضرب، سهله بيد الحارس خلاص، صفر يا حكم انهي المباراه، مباراتين على التوالي نخسر ونتعثر، وقلت لكم بعد نصف الموسم فريقنا يتراجع اداءه وهذا الشيء معروف، خاصه دفاعنا اللي ما غيرنا بهم غير ماركينيوس، امتيتي جاب العيد طبعا يا شباب، ونرجع ونقول بالنسبه لانسوفاتي بعد ما متفاهم مع اللاعبين، بس هذه مو حجه يعني الصراحه، ولو يعني احنا دائما ضد الانديه الضعيفه ما كنا متاقلمين، فما بالك الانديه القويه، اكيد راح نبلع، توقع الصداره راحت من عندنا خلاص، خلينا نشوف اوه وين يا صداره يا حبيبي، خلاص خلاص بعيدين، صار فارق 3 نقاط، احنا المركز الخامس هسه نبحث على مركز مؤهل للابطال، يا رب مباراه سهله، اريد اللاعبين يرتاحون، حلوه ليدز يونايتد، بس لا تنسون ليدز فازوا على ارسنال لما كانوا متصدرين، رنن لودي تنزل اساسي، فاتي تعال اطلع انزل ماكسيمان، فاتي ما جاهز، ماركينيوس بعد ما جاهز ننزل هيرموسو، الفيش اريد يلعب اساسي، وجوميز بعد يلعب اساسي، ريتشارلسون ما تنفع والله، شباب هذه المباراه الاخيره بحلقه اليوم، ان شاء الله الفوز بها بنتيجه كبيره، يا رب نرجع للانتصارات، يا جوميز العب يا جرينوود، جرينوود يا شباب 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 تفاهموا بيناتكم، الله يستر الله يستر الله يستر، هيرموسو يا ولد والله حصلها وجابها، يلا يا رودريجو، ماكسيمان، جوميز، جرينوود، خلاص 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 الهدف الاول، يلا مباشره مباشره يا شباب، يلا هذه المباراه راح اعرق بيها خلاص، وصل له جوميز تصويبه ارضيه زاحفه خارج الملعب للاسف، ممكن تمر وبعدين تلف وتصوب، لا حلوة 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 يا جرينوود، جرينوود طلع نزل ريتشارلسون، نزل محمد احتارين بدل سانت ماكسيمان، ومارسيلو يا شباب بعد اريد اشارك بدل رينان لودي، على ما يستجمون ذول اللاعبين يلا يظلون يلعبون مباراة كاملة، ريتشارلسون جوميز جوميز لا 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 شباب الاشتراك، الله الله بالاشتراك صديقي، اذا انت ما مشترك بالقناة اشترك وفعل زر التنبيهات واكتب لي اشتركت جديد بالقناة، رودريج فاول 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 فاول، جيب الضربة الحرة جيب جيب، ما حصلت على الضربة الحرة بحلقة اليوم نهائيا، اكيد رودريجو اللي صوب اكيد، اتوقع شوية عالية
يعني شوي عالية. يلا خلاص 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 صافرت الحكم نهاية المباراة، فزنا يا شباب على ليدز يونايتد 1-0، رجعنا للانتصارات أخيرا بعد خسارتين، واحدة ضد السيتي واحدة ضد توتنهام. بس لا تنسون الانتصارات أبد نهائيا ما مقنعة بالنسبة لنا، وهذا الترتيب حاليا الليفر هم اللي يصدرون، احنا بالمركز الرابع، السيتي يتراجعون. والله المنافسة نار، شنو هذه المنافسة على الدوري الإنجليزي يا ولد؟ عندنا مباراة كأس ضد ليفربول بأول مباراة بالحلقة الجاية، بس إذا أشوف منه هداف الدوري الإنجليزي حاليا بعد هذه المباريات كلها، أوباميانغ 20، جرينوود 11، غوميز ورودريجو كل واحد عنده 8 أهداف. فالحلقة الجاية إن شاء الله ليفربول، نوتنغهام، زينت سان بطرسبورغ. هذه يا شباب بالنسبة لهذه المباراة، دور 16 الأبطال إن شاء الله الفوز بها، يعني ممكن أريح اللاعبين بهذه المباراة على مود أتأهل لدور ربع النهائي من دوري الأبطال. عندنا بعد ولفرهامبتون، أتوقع مباراة تشيلسي راح تكون بعد صعبة علينا بالحلقة الجاية. اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات، شكرا للمشاهدة، أهم شيء يا شباب اللايك، اللايك، هلا هلا باللايك وبس، في أمان الله.